من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى سلام عليك أنا زر ودا قال وكيلا وإلا فخلي لي سبيلا ويسقون فيها من رحيق ويسقون كأسا زنجبيلا تفضل إلى هنا تفضل تفضل إلى المقعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم لله قول تفضلوا جلوسا لله قول إذا حلوا بمنزلة حل السرور وحل الجود إساو تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار أهلنتم أهلا ونزلتم سهلا مرحبا بكم إلى هذه البقعة المباركة العلمية معهد التعليم العربي الإسلامي نحييكم ونسلم عليكم بلسان الجميع السلام عليكم ورحمة الله الإمام موسى الصديق موسى لم نتعرف عليه بعد صديق موسى نود من فضيلتكم أن تكونوا حتى يراكم الطلاب قلوا الله أكبر جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم معنا بجانبكم فضيلة مدير هذه البقعة العلمية الشيخ أحمد التجاني الكهولو حفظه الله حياته نعم ومن بعض المدرسين في هذا المعهد هم الجالسون بيسر المدير وبأيمانكم جزاكم الله كل خير يا مرحبا بكم نعم كوسين قد أردكي أماني كيبكي أتكا قراني أتكا قراني كو أب قرناني أدي تيوم كتبين الله ولكن الواسطة واسطة الخير أبا مجاهد توليو كمكي يسلم بأبياته على فضيلة ضيفنا العزيز كمال رواس فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن صدق مسلكه الى يوم الدين وبعد فضيلة المدير معهد التعليم العربي المسلاني فضيلة الشيخ احمد تيجاني علي كيولو فضيلة الوكيل المعهد عبد الله شيس ابو شيس علي كيولو فضيلة الشيخ الضيف الذي أتانا من مكان بعيد فضيلة الشيخ كمال رواز كل أدام الله حياته وكل الأساتذة بهذا المنبع الشريف أساتذة وطلابا مني إليكم تحية إسلامية عطرة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين يدي قصيدة ناطقة عن مجيئنا هنا يعني إلى هذا المنبع الشريف المبارك مع التعليم العربي الإسلامي. وأقول جئناك يا معهد التعليم الزبار جئناك يا معهد التعليم الزبار ما فيك من مجد وكذاك أخيار من المدير فبدئا مع أساتذتي من المدير فبدئا مع أساتذتي وكل طلابه اسكن أديان إمارة ما أنت تفشي من دراسات إمارة ما أنت تفشي من دراسات كذاك تلبية الأجيال إصدار حضوره في هنا حقا للتشجيع حضوره في هنا حقا للتشجيع ونكر أنتم طلاب ويكر أنتم إماد الدين إكرارا لا تيأسوا في غد أنتم رجال غد لسعيكم كان يجني السعي أثمارا عاش المدير وعاش كل أستاذ من الوكيل له قد كان مزمارا أكف على قدر هذا قبل توقيفي أكيد على كل هذا قبل توقيفي كي لا أكون بهذا الشعر مكتابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزاك الله كل خير هذه تحية عربية أريد الآن تحية محلية تحية محلية لوكا تحية لوكا بريتي تيوا 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 بل وقع لتبه ردو ديني ويا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا محمد الفاتح لما أقول قال خاتم لما سبق الناس ولأك بالحق والآل إلى صراط المستقيم وعلى آله وقضي عقدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أبى القلب إلا أن يكون متيما خليفة غلام بالنبي مهيما محمد مفتاح الفتوحات سيدي
وخاتم سلك الرسل خاتما مقدما. وإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله بل غير ما وما رسولا من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما. أبليس بحب المصطفى خاتم أحمد بالقلب والأخلاق فرحا وموتدا. أتاني أواه قبل أن أعرف الأوى سليت بالنيران اشتياقي يا أحمد. علقت به والناس في سنة الكرى تمتعت من الهدى إذ كنت مفردا. ألا يا رسول الله وارقى شكايتي إليك وحالي ما ترد أبد صعودا. محمد شمس الحق فضلا وشهرة فهو العالم المعروف في كل بلدة. جمادات هذا القوم تدري محمدا فسالهجم والأعجام من بعد عرفه. محمد لم يعيشه غير إلهي تدير جميع القوم عن حمد قومه. ألا يا رسول الله يا عثق العرى يا مصطفى الأكوان يا سيد الورى بسرك بالذات العلية باسمها وبالرسل وبالبيت الحرام وبالكرى. فلا العارف إلا إبهابي وآكفي وكل من كان طريق محمد. ألا يا رسول الله كنت رجاءنا أكنت بنا برا ولم تقدر فيا فدا لرسول الله أمي وخالتي فأمي وخالي ثم نفسي ومالي. Now, كلمه وجيزه من ضيفنا العزيز ثم قراءه كتابيه ونكتب ابيك العاشر قول لي كمان تشوف كمان لوني. لذلك نستمع الى قد يكون باللغه العربيه والانجليزيه كما ما تقول تعم الإنجليزية. نعم تعم. تعم الإنجليزية والعربية يعني اسم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد مدير المركز. السيد وكيل المركز. أخوان المدرسين. أبناء الطلاب ضيفنا العزيز طبعا ضيفنا العزيز ذهب ليصلي الشيخ الإمام صديق موسى. أنا سعيد بوجودي بينكم كما أني سعيد لأرى هذه الوجهة النيرة التي تدرس القرآن في هذا المعهد الكريم شبابا وبناتا. لا أطيل عليكم قرآن القرآن الغداء ولكن أتمنى لكم التوفيق في حياتكم وفي دراستكم وأتمنى أن ينفع بكم العلم وينفع بكم وتنفعونا ومنهم الأجيال القادمة. كما أشكر هيئة التدريس بالمدرسة على المجهودات الكبيرة والتي يقومون بها من أجل تدريسكم وجزا الله من على القائمين على هذا المركز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. الدكتور هير I'm so glad to be among you. And I'm very happy to be here to see those bright faces here.
and I wish you a good future, and I wish inshallah Allah will help you next to be able to be a good example for the next generation, having good education and knowledge from you, and I wish that you will prosper with this education and this Islamic center, and it's good, a good way to have join this Islamic center, which will help you, inshallah, in your own life. And, inshallah. And I appreciate you welcoming me over here. And I hope, inshallah, and I wish you successful life and successful future. Thank you very much. كيف هو قصدك؟ جزاكم الله خيرا. الأخيرة. جزاكم الله خيرا. نعم، نشكر الضيف العزيز على زيارته لهذا المعهد، ويعتبر هذا اليوم يوما من أيام المعهد إن شاء الله، يوما لا ينسى بإذن الله. وجزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم، وحفظكم الله من كل سوء، ثم عادكم الله إلى أهلكم ومسكنكم سالما غانما. كل آمين. نعم، لم يبقى شيء إلا أن نختم الجلسة، وبعد الاختتام نستلم الأكلات ونأكل ثم ننصرف، ونكون قد أكرمنا من أكرمنا بأننا أكلنا طعامه، فقد أكل طعامكم وإن لم نأكل أكل طعامكم الأبرار. وإياكم أكل طعامه الأبرار، أنتم الأبرار أليس؟ وكلكم العلم الذي أكل طعامكم الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده، كل أمين. فقال ملكهم تشكركم تريد بواء تقول وايتي كني أهلا إني يا جنبي شريعة زيمة نيبي أكتو أبقى وا سبينا تبارا واني هو تو أي بيسا وطيني أكتو واللوني كوليري ريو أتوكو تيبا دبا جمدنا ما توقع ولي إلو شوكو تيشي ويبي وانشي واني أليجو وابسراها ومبجالو نيوايا نجو بديتي ومبجالو لويا ما توالي قبل الكل الأساتذة يصورون. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الجلسة القصيرة التي لم تعقد إلا لنسدي أو لنقدم أو لنظهر مدى احترامنا واحترامنا لضيفنا العزيز الشيخ كمال رواس، كمل الله حياته بكل ما هو خير وجميل. كل آمين. قراءة ختامية
يتفضل بتلاوتها علينا. ثم بعد هذه التلاوة نبدأ بتسويب قراءة تعبيرة أنس عبد الحميد. إلى القراءة الكتابية نحيي الإمام الكريم الأستاذ صديق موسى بن تيتا، ولا عيب في أن نستمع إليه كلمة وجيزة أيضا يفيدنا إن شاء الله، ثم نأتي إلى ختام الجلسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بخد الله سيد العرب والعجم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الحمد والثناء الحسنى لله سبحانه وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي وأخواتي في الله، آبائي وفضيلة الشيخ وفضيلة الظاهر وفضيلة الجالسون الأساتذة القائمون بالأعمال أفضل الأعمال في أنحاء العالم، أحييكم بأفضل التحيات حيث أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما وصلت هذا المكان أول مرة آتي إلى هذا المكان، ولكن عندما دخلت ورأيت الغيوم ورأيت الوجوه سبحان الله منورة، والناس القائمون بتعلم اللغة العربية والإسلامية حتى يكونوا قدماء الغد إن شاء الله، تتعلمون اليوم وغدا تعلم الناس إن شاء الله بإذن الله تعالى. الذي خرج من بيته لطلب العلم سبحان الله، عرفتم الفضل الذي في طلب العلم، كلكم تعرفون، إن لم تكونوا تعرفون فآباؤكم يعرفون، ولذلك قولوا لكم أتات وتتعلم، فأنا أوصيكم أن تقوم بالجد والصبر في التعليم، لأنكم تتعلمون أفضل من أفضل الكتاب أنزل من السماء، ما قال سبحانه وتعالى ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، أنتم قائمون بتعلمه، وإن شاء الله كذلك الأحاديث النبوية أنتم تقومون بتعلمه الآن. لا تستعجل، إن شاء الله رويدا فرويدا ستجدون مقصودكم بإذن الله تعالى. الشيخ إنما كان صغير مثلكم، ما كان يعرف أنه سيصل إلى هذا المحل، ولكن هو الآن، وكل ما ذكرتم اسمه فنقول أدام الله، أدام الله وحياة، أدام الله وحياة، وكلكم تعرفون ما عاش الإنسان يوما سيترك الدنيا. نعم، المرأة حديث ما بعده، هو الآن قد اجتهد وبذل جهده، الله أكبر،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك دنيا والآخرة إن شاء الله ويسهل لك الأمور يا رب العالمين. يعني نادرا أن نجد الناس الذين يقومون بهذا العمل لأنكم لا تجدون الفلوس كما يجدون غيركم. الناس يطلبون الدنيا لأنهم يعرفون حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن الذي يأتي ويتعلم الإسلام بإذن الله تعالى يرشد الناس إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لا بد أن تكون بالإخلاص بالجد والتعلم، وكذلك تحترم أساتذتكم، احترموا أساتذتكم إذا كنتم تريدون العلم، إن لم تحترمهم فلا تجدون العلم. صحيح. وما جينا لنحاضر أو لنقول لكم ما لا تعرفون، كلكم تعرفون هذا. والشيخ هو كأبي، منزلة أبي، والله سبحانه وتعالى أسأل مزيد الخير له إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وأولاده كذلك وبناته. والشيخ الزاهر الكامل كمال بارك الله فيه كل ما يبذله إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى إذا دخلت مع الله سبحانه وتعالى في تجارة لن تبور تجارة، لن تبور أبدا، ولكن إذا دخلت في بعض التجارات في الخارج لعلك بعض الأحيان تكسر، لعلك بعض الأحيان تكسر وبعض الأحيان تجد ما تريد، ولكن مع الله دائما تكون من الناجحين. وعلى ذلك إن شاء الله نكف هنا حتى نسمع من طلابنا إن شاء الله، وإذا كان في آخر بس نسمع منهم، وأنتم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق إن شاء الله والسداد في خطاكم إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وبارك الله في والديكم، وبارك الله فينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمات طيبة تكتب بماء الذهب، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بها وأن يكتب بها لكم حسنات وأن يمحى بها عنكم سيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا قبل أن نأتي إلى القراءة الكتابية، أحد الأساتذة في المعهد بلسان المعهد سيقدمون رسالة شكر المعهد إلى ضيفنا العزيز شيخ كمال رواس ومعه ضيوفه الأعزاء للبيتا، جزاهم الله كل خير. ومن يقول ذلك ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نرحب بضيفنا الكريم الشيخ صديق الشيخ كمال رواس. إن شاء الله تعالى يعني نشكر لأخوة في الإسلام، ماذا لولا أخوة في الإسلام لا يستطيع أن يأتي من مكان بعيد من مكة المكرمة إلى نيجيريا ويسوقنا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، والأجل الله سبحانه وتعالى نشكر له على هذه الزيارة الكريمة. كذلك نشكر فضيلة المدير على هذه التنظيمات الجيدة، لأنه لنا المدير كلنا لا نستطيع أن نجلس هنا، هو الذي سبب الخير لنا، أليس كذلك؟ ولا نشكره على ذلك أيضا. كذلك الأساتذة والوكيل نشكركم على هذه الجهود الكريمة، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ونسمع الله أيضا جميعا يعني مدام بدأنا بالأزرس والمدير والشيخ مهتمون وإنطبع كتابية، ثم بعد ذلك نصور في الخارج هناك أخذوا على أساتذة أولا ثم الابتدائيون
فالإعداديون وأخيرا الثانويون هكذا. Yeah.